السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أحكي لكم شيء مختصر عن الفري راديكالز أو الجذور الحرة. الفري راديكالز أو الجذور الحرة، الجذور الحرة هي شنو؟ هي ذرات أو جزيئات كيميائية غير مستقرة، فإنه تميل إنه أما تهب أو تأخذ الكترون حتى تستقر. يعني إنسان مثلته بسم المكعبات اللي يقول نعتبر هذه هي الجزيئة المستقرة، هذه جزيئة مستقرة، هذه جزيئة مستقرة، هذني جزيئات مستقرة، لأن شنو شكلها كامل وضعيتها كاملة. هذه يعني خلينا نتخيل هذه هي الجزيئة الفري راديكالز اللي غير مستقرة، لأن بسبب أنه وجود إلكترون زايد أو أنه عندها نقص إلكترون فتكون تميل أنه تأخذ إلكترون. التصير هي شبه الوضع هذا، لما بيها الكترون زايد تكون غير مستقرة، ولما بيها نقص الكترون يعني اكو نقص واحد من الالكترونات تصير همين غير مستقرة. اذني يعني فد راح نشرح عليها حتى نسهل فهم الموضوع. زين احنا شنو مشكلتنا بذني؟ هاي طبعا احنا نحكي على داخل جسم الانسان. وجود هذه الفري راديكالز مين يجي طبعا هو بحاله طبيعيه، شو اسمه الايض وتكوين الطاقه ونقل الطاقه، وهذا شو اسمه العمليه راح تتكون الفري راديكالز، شيء طبيعي. الجسم يعرف شلون ينقل الالكترونات عن طريق هاي الفري راديكالز، ينقلها من وحده. يعني نصور عندنا هذا شو اسمه يسموها الالكترون تشين، يعني سلسله نقل الطاقه. الطاقه شنو؟ الالكترون. هذا الالكترون شلون ينقله؟ يجي بهذا ينقله للوخ، بعدين هاي تنقله لهذا، وهذا تنقله لهذا، واخر شيء الالكترون يحول الاي دي بي الى اي تي بي، هي الطاقه وش اسمه وتنتج الطاقه اللي يستخدمها الجسم. بهالطريقه هذا تعتبر الفري راديكالز هذا شيء مسيطر عليه، الجسم ما سبب اي مشاكل عليه، يعني كل الجسم يعني يعرف يتصرف وياه، ما تطلع من شو اسمه من ناحيه الصحه، يعني انه تبقى شيء صحي مو خطر. زين الفري راديكالز تتكون همين عمليات اخرى، يعني مثلا التعرض للاشعاع، اشعاع الشمس او اشعه السينيه الاكس راي وغيرها او المفراسات، هذني كلهن تولد الإشعاع، راح يولد فري راديكالز. يعني الإشعاع هو الكترون، هو دي يضرب الجسم فيتولد فري راديكالز، تجي الكترونات، هذا تجي جزيئة مثلا بجدار خلية الجسم، راح يجي الكترون يضربه ويحوله إلى فري راديكالز، صار فري راديكالز. فبهالحالة صار جزيئة غير مستقرة، يعني تريد تتخلص من هذا تريد تتخلص من عنده. هسه احنا راح بعدين نجي شنو يعني واذا خلصت من عنده وشنو راح يصير وشنو الخطوره راح تتكون. زين لما نجي اشعاع راح يكون فري راديكالز، راح تتكون اعداد هائله، يعني مو مال فري راديكالز بكميات قليله، الجسم يتعامل وياها بطريقه معينه، يتعامل وياها ويتخلص من عنده. بس لما تكون اعداد هائله اذني الفري راديكالز، نفرض من هذا فد اكو فد 100، نفرض مثال يعني، وعندنا هنا الجزيئات الباقيه مال الجسم، ايش راح يسوي؟ ال100 مال هذا راح تجي توزع الالكترونات هنا، فطبعا اذني ال100 راح تتحطم، تنقل الالكترونات مالتها هنا وهم تتحطم، وهذا يصير تحطيم وحرق للخلايا، دمار للخلايا، فيصير انه تلف للخلايا. الشغله الثانيه اللي تكون الفري راديكالز هي مثلا الادويه، استخدام العلاجات خاصه البارستول مثلا يسوي فري راديكالز بالكبد، اللي يكون يعني هذا الجذور الحره بالكبد، فيسوي تلف بالكبد، استخدام المزمن والكميات هوايه، وكل الادويه كل المواد الكيميائيه اللي تدخل للكبد هي تتكون فري راديكالز. الكحول خاصه الاستخدام الكحول بكميات كبيره راح يكون فري راديكالز. يعني هذني المواد الكيميائيه كلها تكون الميتابوليزم او الايض مالتها عن طريق باثوي اسمه سايتوكروم باثوي او بي 450 باثوي. اذني هذا لما يفلش هاي المواد راح تتكون فري راديكالز. هاي وجود الفري راديكالز وتكونها بكميات كلش عاليه راسا راح
تسوي تلف ودمار للخلايا اللي داير مدايرها. طبعا هذني المواد الحافظه، المبيدات الحشريه، يعني هواي امور. يعني اي شيء يكون كيميائي او مو طبيعي يتعرض للجسم راح يسوي، وطبعا الستريس يسموه او الشد الخلايا، الاجهاد على الخلايا كلها راح يفلشهن ويسوي عندنا فري راديكلز، وهذا الانتاج الكميات العاليه من الفري راديكلز راح شو تسوي؟ راح تسوي تلف بالخلايا مال الجسم. زين، احنا مثلا هسه عندنا هذا جدار خليه يتكون من جزيئات، هذا افرض هنا هذا جدار، عشان خليه يبين جدار خليه يتكون من جزيئات، خلي هذني كافيات. زين، لما يجيها فري راديكلز، نفرض اثنين هذا وهذا، اجتي على هاي الجزيئات الموجوده مكونه جدار الخليه، ايش راح يصير؟ هذني تغيرت تركيبتهم، فصارت شنو؟ يعني تركيبه تختلف عن اللي هي مصممه انه تكون جدار، فتتحطم تفلش. هذا صار مو جدار خليه، صار غير شيء، الخليه انتهت. زين، هذه شغله. الشغله الثانيه والمهمه انه عندنا، نفرض هذه هي جزيئه دي ان اي، هذه جزيئه دي ان اي. دي ان اي هي الماده الوراثيه مال الانسان مثلا او الكائن الحي. في حال انه اجت هذا الفري راديكلز الالكترون واستقر على الدي ان اي، يعني غير بتركيبه الدي ان اي، ممكن يفلش الدي ان اي ويدمر الخليه وتموت الخليه، وممكن يسوي تغييرات بال، يعني ممكن انه يسوي تغييرات، يعني بدل ما هاي تركيبته هيجي راح تصير هيك مثلا. هي اوكي صارت تقريبا تشبه السابق، بس شكلها تغير، صارت مو هي اللي، يعني هي تركب بمكانها بس صار شكلها يختلف. هذا ايش راح يسوي لنا؟ هنا أنا المشكله، راح يسوي تشوهات وراح يسوي سرطانات ويسوي امراض خبيثه بسبب تغيير تركيبه الدي ان اي. فالاشعاع شلون يسوي سرطان بهالطريقه هاي؟ يغير تركيبه الدي ان اي، تسلسل الاحماء او القواعد الامينيه الاحماء بالشسمه بالدي ان اي راح تتغير، شسمه يسوي عندنا فد مشكله وينتج عنها انه امراض خبيثه. مثلا الحامل، المراه الحامل لما تتعرض للمواد الكيميائيه او مثلا اشعاع، هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي تلف خلايا هي الممكن شو اسمه، هاي الخليه هي تولد ايد، هي خليه راح تتقسم تتولد ايد او عصب او عين، او لما تلفت هاي الخليه اللي هي مستقبلها راح تكون عين مثلا، فالنتيجه شنو؟ راح تتكون يعني تشوهات ولاديه. احنا شو اسمه، يعني لما نتعرض لهاي الامور يوميا الجسم يحاول يتخلص من عندهن طرق الخاصه، بس احنا شلون نساعد الجسم؟ وطبعا شنو الطرق الخاصه؟ احنا الجسم شلون انه يقدر يتخلص من هاي الفري راديكلز في حال وجودها بالجسم، خاصه ذا كميات انه اكثر من اللي هي المفروض موجوده. اكو مواد اسمها الانتي اوكسيدنت، المضادات الاكسده. هاي المواد هي شنو؟ مثلا فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين مثلا سي، عندنا مثلا الجلوتاثيون، اكو هواية مواد هي اصلا تعتبر يسموها مضادات اكسده، موجوده بالخضار والفواكه، موجوده بال يعني هواية تركيبات من الاطعمه هاي المواد راح شو تسوي؟ يسموها انتي اوكسيدنت. هذا عباره عن جزيئات لما تدخل تلقف شكو الكترون زايد وتنطي اي جزيئه عندها نقص، مثلا هاي الجزيئه عندها نقص صايره فري راديكال، زين نقص عندها بواحد من الالكترونات، هاي تهبها الكترون وتسويها مستقره. فشنو؟ تصلح كل العطلات، تسوي شكو تلف تصلحها. هذني يسموها الانتي اوكسيدنت. تناولها واستخدامها اليومي يمنع تحطم هاي الخلايا ويمنع تحولها الى خلايا خبيثه. هذني يسموهن انتي اوكسيدنت،
انتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده. عندنا فري راديكلز تتولد هي بصوره طبيعيه بالجسم، والجسم ينقل بها الجسم الطاقه والامور كلش ماشيه ماكو مشكله بيها، وتتولد بسبب انه تعرض الجسم الانساني لهواي عمليات من ضمن الظروف الخارجيه، المواد السامه، الادويه، الكحول، هذني كلهن لما يتعرض لها الجسم مش راح يصير، تتولد هاي الفري راديكلز. لما تتولد الجسم المفروض عنده كفايه من الانتي اوكسيدنت حتى يقضي عليها ويقضي عن كل الفري راديكلز تكونت، بهالطريقه انه ما تتحول هاي الفري راديكلز الى خطوره على الجسم، ممكن يسوي تلف بواحد من الاعضاء، تلف بالخلايا، حرق شو اسمه، او انه تتحول الى مواد او خلايا مسرطنه. هذا مختصر الموضوع، بيه هواية تفاصيل وبيه هواية شرح. طبعا حتى الفري راديكلز الجسم يستخدمها لقتل البكتيريا، خلايا ممتلئة، شلون يقتل البكتيريا؟ السم اللي يستخدمه لقتل هاي البكتيريا هو الفري راديكلز، يخزنهن بأكياس يسموها لايزازوم، لما يوصل البكتيريا يذب عليها هاي الفري راديكلز ويحرقها للخلايا للبكتيريا أو الفيروسات. فهو طريقة الجسم يستخدمها كمادة هي قاتلة أو تغير تركيبة الجزيئات، يستخدمها لنقل الالكترونات، يستخدمها شيء سيستم طبيعي ماكو مشكله به، بس في حال انه تولد كميات هوايه وبطرق غير صحيه هذا نتيجته راح يتكون مواد مضره بصحه الانسان. شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون الشرح وافي وسهل.